بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: ما واجب المسلم تجاه أخيه المسلم؟ ونجد هناك تفريط الحقيقة من بعض المسلمين تجاه إخوانهم في حقوق الجار وفي حدود المساعدة، فما التوجيه في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حق المسلم على المسلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعاه يجيبه، وإذا مرض فإنه يعوده، وإذا مات فإنه يشيعه، وإذا عطس فإنه يشمته. هذه من حقوق المسلم على أخيه المسلم. وكذلك واجب المحبة بين المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك من حق المسلم على المسلم احترامه، احترام عرضه وكف الأذى عنه والدفع عن عرضه، من حق المسلم على المسلم. نعم. السائل يقول: أجد من نفسي عدم البكاء كثيرا عند سماعي للقرآن أو عند دعاء الإمام في دعاء القنوت في رمضان، فهل هذا دليل وعلاقة على قسوة القلب؟ هذا غفلة، نوع غفلة، ولكن داوم على تلاوة القرآن وتدبر، تدبر القرآن، إن هذا مما يعينك على الخشوع بإذن الله، تدبر القرآن إذا قرأته أو إذا سمعته، وكذلك الاستماع للقارئ، قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. يقول: هذا الدعاء: رب اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين، أقول هذا عندما أريد أن أبتعد عن الوقوع والخوض في أعراض الناس. هذا دعاء طيب، معناه صحيح، عليك بالدعاء به وبما تيسر لك من الأدعية المشروعة. هذا السائل يقول: مؤذن في رمضان يصلي العشاء في مسجده ويصلي التراويح والقيام في مسجد آخر، فهل ينال الثواب لقيام الليل مع الإمام حتى ينصرف؟ يرجى له ذلك بإذن الله، لكن كونه يصلي في مسجده أفضل من كونه يذهب إلى مسجد آخر، لأن هذا قد يوجد في نفس الإمام، إمام مسجده يوجد فيه شيئا من الحرج وسوء الظن، يصلي في مسجده، هذا أولى. نعم. يقول: هل من الاعتداء في الدعاء أن يقول إمام المسجد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا؟ هذا من الدعاء المشروع: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي، كما قال نوح عليه السلام: ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. هذا مشروع، وليس هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. في معنى الآية: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. هذا خطاب لفرعون بعدما أدركه الغرق ومات، فإن قومه لم يجزموا بأنه مات، الله جل وعلا أنجاه بجسمه ليعرفوا أنه مات حقيقة. نعم. يقول الشيخ: ما علامات قبول العمل الصالح سواء بعد حج أو عمرة أو صلاة؟ علامات قبول العمل الصالح الاستمرار على العمل الصالح، الاستمرار على العمل الصالح، فمن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. نعم. بالنسبة للتبسم في الصلاة
وعندما يتذكر الإنسان موقف هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة بالتبسم، تبطل لو قهقها فبان حرفان، أما مجرد التبسم هذا لا يؤثر في الصلاة. نعم. الضابط في العطورات فضيلة الشيخ التي تستخدم في وقتنا الحاضر حيث يقولون بأنها نجسة؟ الأصل في العطورات الإباحة، إلا ما ثبت أنه نجس فيجتنب، ما ثبت أنه نجس فإنه يجتنب، وإلا فالأصل الطهارة والإباحة والحمد لله. نعم. يقول هل الشدة مع الوالد في المستشفى لأجل أن يحسن الصلاة، لأنه يا فضيلة الشيخ يعاني من قلة في السمع أو ضعف في السمع، هل نؤجر على ذلك؟ لا يجوز الشدة في خطاب الوالد، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، فيجب تلطيف الخطاب معه وعدم إزعاجه وعدم نهره. نعم. عبارة صدق الله العظيم بعد التلاوة فضيلة الشيخ لا أصل لذلك، هذا ليس له أصل، وإنما هو شيء اعتاده بعض الناس وهو لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم، من الأسئلة التي وردت يقول نحن مجموعة في سفر وفي طريقنا لم نسمع النداء للصلاة، ثم وصلنا مسجد آخر أذن فيه، فهل يلزمنا أن نؤذن علما بأن المسجد لا يصلى فيه الجماعة تلو الجماعة؟ صلوا مع الموجودين ويكفي الأذان، الأذان فرض كفاية أو سنة كفاية، ما دام أذن من قبلكم هذا يكفي والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة دون رفع الرأس، هل يدخل هذا ضمن النهي الوارد في الحديث؟ نعم، هو النهي، لا يجوز رفع البصر، لا ينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أو لا تقطفن أبصارهم، لا يجوز رفع البصر إلى السماء وهو يصلي. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ يقول يشتري بعض الناس في سوق الخضار مجموعة من الخضار أو الفواكه جملة، ثم يقومون بتفريدها وبيعها على الناس بأضعاف أضعاف ما اشترت به، فهل هذا الفعل صحيح؟ يبيع كما يبيع الناس، يتبع السوق ولا يغرر بالناس، ما يغرر بالناس ويرفع القيمة عليهم، وإنما يبيع كما تساوي السلعة في السوق. نعم. يقول هذا السائل ما المراد بالعلم الشرعي وماذا يدخل فيه وما فضله؟ العلم الشرعي هو المستفاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، هذا هو الفقه والعلم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل يا شيخ هل قراءة قل هو الله أحد 3 مرات تعدل في الأجر قراءة القرآن كاملا من أوله إلى آخره؟ لا، ما تعدل القرآن كامل، إنما هي في الأجر والفضل تعدل ثلث القرآن، في الأجر والفضل لا في التلاوة، لكن في الأجر والفضل لأنها بصفات الرحمن سبحانه وتعالى تعدل ثلث القرآن في الفضل. نعم. يقول الشيخ شخص تقدم لخطبة امرأة يعلم بأن شخص تقدم لخطبتها لكن لا يعلم هل قبلوا به أو لم يقبلوا، فما موقفه؟ إذا تقدم شخص لخطبة امرأة ينبغي للخاطب الثاني أن يتوقف حتى يعلم هل قبل أو رد، لأنه نهي أن يخطب على خطبة أخيه. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن استعماله للسبحة، يقول أنا أحافظ على الصلاة وبعد سلام الإمام أبدأ بالتسبيح بهذه السبحة وذلك حفظا للعدد. إذا كان القصد منها ضبط العدد فلا بأس، ولكن الأصابع أفضل، تضبط العدد بالأصابع، بارك الله فيك. نعم. يقول بالنسبة للعاملين في الصيد البحري هم على المركب ولا يستقرون على مكان، فكيف يصلون في المركب؟ يصلون في المركب على حسب استطاعتهم، يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا على حسب استطاعتهم. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ هذا يسأل عن
نواقض الإسلام ما هي وما ذا يدخل فيها؟ نواقض الإسلام كثيرة، إلى 400 أقرب، ولكن أعظمها 10 نواقض ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له معروفة، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، أعظمها الشرك بالله عز وجل، هذا أعظم نواقض الإسلام. نعم. يقول: الحيوانات المؤذية كالقطط والكلاب وغيرها، وخصوصا في الغرفة وفي البيت، هل يجوز قتلها؟ نعم، المؤذي يقتل، لكن يطرد أولا وينهى عن الأذى، فإن استمر في الأذى بعد إنذاره وبعد طرده ولم يندفع أذاه إلا بقتله إنه يقتل. نعم. يقول: إذا صلى الإنسان الظهر في بلده ثم سافر، فهل له أن يصلي العصر في الطريق قبل وقتها؟ لا، ما يصلي العصر قبل وقتها، إذا دخل وقتها يصليها. نعم. يا شيخ، إذا أغمي على الحاج فهل يجوز أن يوكل عن في رمي الجمرات، أو يلزمه إقامة في ذلك؟ رمي الجمرات موسع، انتظر حتى يزول عنه العذر ثم يرمي الجمرات بنفسه، والإغماء هذا أمر عارض يزول بإذن الله، لا يستعجل. نعم. بالنسبة للأضحية فضيلة الشيخ، هل لابد أن يذبحها هذا الذي اشتراها، أو يوكل، أو يأتي بشخص، أيهما الأفضل؟ الأفضل أن يذبحها بنفسه، وإذا كان لا يحسن أو كان لا يقوى على ذلك يوكل. نعم. الإنسان إذا حج الحجة الثانية وهو لم يطف طواف الإفاضة عن الحجة الأولى، ماذا يلزمه؟ يكمل الحجة التي أحرم بها، يكملها حجها الحاضرة، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة عن الحجة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخ، ما الحكم إذا لم يستطع الإنسان صيام 3 أيام، أو صعب عليه الصيام، هل يطعم عن كل شهر 3 مساكين؟ هذه سنة مستحبة، إذا لم يستطع لا يلزمه شيء. نعم. يقول: وضعت على أسناني تلبيسة بلاستيكية، هل يلزمني نزعها عند كل وضوء؟ لا، إذا كنت محتاجا إليها وهي مثبتة لا تنزعها. نعم. أخيرا من أسئلتي يقول: دخلت المسجد وقت النهي، وأعرف أن تحية المسجد من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها وقت النهي، فهل يجوز لي أن أنوي تحية المسجد صلاة استخارة؟ لا، ما تنويها استخارة، صلاة الاستخارة مستقلة، وتحية المسجد مستقلة، كل صلاة لها سبب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن العبادات ومكانة التوحيد بين سائر هذه العبادات، مع بيان فضل التوحيد على الأمة. التوحيد هو الأصل، ولا تصح العبادات إلا مع التوحيد، فإذا كانت العبادة ليس فيها توحيد ودخلها شرك فهي باطلة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بعبادته ونهى عما يبطلها وهو الشرك بالله عز وجل. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أنا أعمل في محل تجاري وأبيع بعض المواد الإلكترونية، من هذه المواد الإلكترونية ساعات المساجد، وبعض الأحيان يكون فيها عطل مثلا، فنقوم بإصلاح ذلك العطل فتصبح السلعة كأنها جديدة، فهل يجب علي أن أخبر الزبون بذلك؟ نعم، يجب عليك أن تخبره لأنه كان عرض لها عطل وأصلحت، إذا رضي بشرائها لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل لي أن أذهب إلى مسجد آخر، حيث أنني في رمضان أقوم بالذهاب إلى مسجد في القرية يبعد 23 كيلو متر عن قريتنا، وذلك من أجل صلاة التراويح خلف إمام صوته جميل؟ إذا كنت تستفيد من الصلاة خلف هذا الإمام ويحصل لك الخشوع أكثر فلا بأس بذلك، إلا إن كان المسجد الذي أنت فيه يتعطل فإنك لا تتعداه، تصلي فيه. نعم. يسأل يا شيخ عن تقارب المساجد والضابط في المسافة بين المساجد، حيث في حارتنا أكثر من 3 مساجد قريبة، فبأيهما أصلي؟ صل بالقريب منها، صل بالقريب المجاور لك. نعم.
تقارب المساجد فضيلة الشيخ الضابط فيها؟ هذا يتسأل عنه وزارة الشؤون الإسلامية، شؤون المساجد. نعم، أحسن الله إليكم. التداوي بالقرآن الكريم فضيلة الشيخ، وتخصيص سورة الفاتحة والبقرة كاملا بالتداوي فقط. سورة الفاتحة رقية، وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين، هذه السور تقرأ للرقية ويستشفى بها بإذن الله. وأما قراءة البقرة كاملة فلا أعرف دليلا على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض المصلين واتخاذهم الجوالات ووضع ما يعرف بالتسبيح أو الآذان جملا بين النغمات، يعني للتنبيه. نعم شيخ، ما يستعمل الذكر للتنبيه فقط، ولا يوضع في الجوالات لأجل التنبيه، يوضع فيه جرس ينبه، جرس للتنبيه كما هو معروف في الجوالات، فيها أجراس تكفي. نعم، فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما السلامة من النفاق، وماذا ورد بذلك لتبرئة النفس؟ السلامة أن يعافيك الله من النفاق، وأن تخلص عملك لله عز وجل. نعم، المتثائب هل إذا تعوذ من الشيطان؟ لا، ما ورد هذا، لكن يكظم التثاؤب ما استطاع، فإن غلبه فإنه يضع يده على فمه ولا يفتحه ولا يكون له صوت أيضا، يكظم ما استطاع وليس له ذكر معين. نعم، ما حكم شتم الشيطان؟ الشيطان مشتوم لو لم تشتمه، ولا وماذا تستفيد من شتم الشيطان؟ لكن استعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان، وابتعد عن وسوسته وعن تسويله لك. نعم، فضيلة الشيخ، بالنسبة للمساهمة في المسجد في شيء من أموال الزكاة، يقول: لأنني أريد نحصل على الأجر. لا، الزكاة ما تصرف في بناء المساجد، تبنى المساجد من التبرعات من الأموال التي ليست زكاة، أما الزكاة فقد خصص لها مصارف خاصة لا تخرج عنها. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل الوالد مطلوب منه أن يحفظ ابنه القرآن، أم يقول له تدبر القرآن؟ كلاهما، حفظه القرآن ويقول له تدبر القرآن، كلاهما، كلا الأمرين مطلوب. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، يقول: إذا سام المشتري السلعة بأقل من المتوقع سومها في السوق، فهل يلزم البائع إذا سئل عن السوم أن يخبر بهذا السوم؟ نعم، إذا سئل كم سيمت يقول كذا وكذا، وإذا لم يسأل فيقول: أنا أريد بيعها بكذا وكذا، أنا أريد بيعها بكذا وكذا، أو أنا اشتريتها بكذا وكذا، لئلا يكون هذا من النجش. نعم، يقول: ما الفرق بين الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق، وهل يجوز للزوج إذا حصل منه أحد هذين أن يلغيهما؟ لا، إذا تلفظ بالطلاق فليس له أن يلغيه، وتعليق الطلاق والحلف بالطلاق سواء، لكن إذا كان يقصد بتعليق الطلاق الحث على شيء أو المنع من شيء فهذا يعتبر من الحلف بالطلاق، أما إذا لم يقصد الحث على شيء ولا المنع من شيء فهذا تعليق مجرد. نعم، استفسر منكم الشيخ في هذا الكتاب نختم فيه هذه الحلقة، يقول: ما رأي الشيخ صالح حفظه الله في كتاب جمعه جامع الفقه ليسري السيد محمد، حيث جمع فقه ابن القيم رحمه الله في 7 مجلدات؟ إذا كان يذكر المصدر الذي نقل منه بالصفحة والرقم فلا بأس، هذا طيب، أما إذا لم يوثقه من كلام ابن القيم ومن كتبه فلا يقبل هذا. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قد سجل هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الزميل عبد الله المواش من مكتبة الشيخ بمدينة الرياض. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.